سلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة، وبصلي يوم مبارك عليكم جميعا. النهاردة يعني وأنا بصلي كنت بصلي للإله الأب الحنون. ربنا دايما بيفكرني بأمور في شخصه تخليني كده أبقى فرحانة وأنا بكلمه. النهاردة جه في بالي لما بنصلي ونقول له يا الله ضابط الكل، صلاتي النهاردة إن الإله القادر ضابط الكل، كل الأكوان والإنسان والمخلوقات وكل أمور الحياة، هذا الإله العظيم يهتم بيك أنت النهاردة ويضبط قلبك وقلبي اليوم لنفهم ما يريد روح الله أن يعلمه لينا عن شخصه، عن شخصه فقط. حلقتنا النهاردة بعنوان الحيل الشرعية في شؤون المرأة، وحنركز فيها على الحيل بين الأزواج والزوجات في الإسلام من خلال كتاب الحيل الشرعية للقزويني. عايزة أقول لكم قبل ما يعني عايزة أدي نبذة صغيرة يعني تبقوا فاهمينها وأنا بتكلم من خلال هذا الكتاب. الحيل الشرعية للقزويني مليء بحيل مشروعة وحيل غير مشروعة. إيه المباح من الحيل الشرعية اللي يقدر الإنسان المسلم يستخدمها علشان مصلحته، علشان تطلعه من مغارز شرعية، هو كده. بس الحاجة اللي عايزاكم تنتبهوا ليها والمهمة جدا، إنه المكتوب في هذه الحيل دي مش من تأليف القزويني، بل هي تجميع من مراجع لكتب كثيرة جدا وأسامي من الناس العظماء في الأثر الإسلامي. وكل حيلة شرعية استخدمها حط تحتها مين اللي أخد الكتاب اللي أخده منها أو الشخص اللي أخده منها. في ناس ترجع ل 500 وحاجة هجرية مثلا أو قبل كده كمان. فيعني لازم ننتبه إلى أن الكلام ده موجود في التاريخ الإسلامي من البداية. والنهاردة بقى هنربط بين هذه الحيل الشرعية وحياة محمد والصحابة وما شرعوا إله الإسلام. أما الآن فأنا عندي ليكم خبر جديد لهذا الأسبوع. خلينا نشوف خبر الأسبوع النهاردة. النهاردة خبر ظهر هذا الأسبوع عن بيع الخمور في السعودية. العالم كله كتب الأسبوع ده في هذا الموضوع. يعني شايفين ده موقع العرب بيقول لك كده، المشروبات الكحولية تتدرج نحو الظهور العلني في السعودية، وتوقعات برفع حظر ترويج المشروبات الكحولية. طبعا ده خبر يعني زي ما انتوا شايفينه كده على الموقع، مكتوب بصيغة عجبتني. ليه بقى؟ لأنه مواقع كتيرة في العالم كتبت أنه السعودية هتسمح للدبلوماسيين أن هم يشتروا الخمر داخل السعودية. ده صحيح، لكنه ناقص شوية، لأن الأمر مش هيكون بس للدبلوماسيين. لأنه تحت هنا بالخط الصغير بيقول لك إيه؟ توقعات برفع حظر ترويج وشرب الكحول في السعودية مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة نيوم المستقبلية. يعني الأسبوع اللي فات شفت جزء كده من حفلة جوي أورد اللي بيعملوها في السعودية، كانت رائعة جدا ومتقدمة جدا. ولازم نقف ونقول إنه البلد اللي يحيي ويحيي الإبداع فيه هيعطي الناس إنهم يتعلموا حرية
التفكير والإبداع والخلق والوعي والكلام ده كله. أوكي؟ فأنا دي حاجة بتبسطني. الفن شيء حلو. أوكي؟ يستخدم بصورة كويسة يثري الناس. ما نقدرش نقول لأ. أوكي؟ تختلف بقى الـ على أسلوب تقديم الفن مش أسلوب تقديم الفن. كل واحد حر بقى يختار الحاجة اللي تثريه. أوكي؟ لكن الخبر هنا بيقول لك انه دلوقتي السعودية هيبقى فيها سياح كتير، وده فعلا وده اتجاه كويس لبلد بتحاول بتبني نفسها. لكن احنا هنا بنتكلم بقى على بلد الحرمين وقبر الرسول ومنبع الاسلام بقى وكل ايه المواويل والتطبيل الاسلامي يعني النواح الاسلامي على الاتجاه المتحضر اللي السعودية داخلة فيه. لكن ده هيحصل، لأن الإسلام وما زرعوا لن يثبت، الظلام لا يثبت، مش ممكن. أوكي؟ فإحنا كل يوم بنشوف تطور. يعني من منظوري في حاجات كتير كويسة ويعني هتفتح الأبواب، لأنه الكلام ده كان زمان بيحصل في الخفاء، دلوقتي هيقنن. أوكي؟ ودي هي البداية فقط. خلينا يعني نعلق بعض التعليقات على حاجات اتكتبت في تفاصيل الخبر. اوكي، اولا الخبر بيقول لك انه السلطات بتعتزم السماح ببيع المشروبات الكحوليه للدبلوماسيين غير المسلمين في المملكه، غير المسلمين. اوكي، وذلك لاول مره من خمسينيات القرن. كان من 70 سنة كان الخمر مسموح به، وأنا ما أعرفش تفاصيل كان شكله إيه، إزاي بيحطوا ده جنب اللي بيجلد الخمر. لكن يعني بلاد عربية كتيرة حوالين السعودية مسموح بيها الخمر، مش كده؟ وبيقول إنه في التطورات اللي بتشهدها المملكة منذ أن شرع ولي العهد الأمير محمد سلمان في تنفيذ رؤيته الإصلاحية، التي يقوم جانب كبير منها على التخلص التدريجي من سطوة رجال الدين المتشددين وتجاوز رؤاهم الدينية المحافظة التي قام عليها النظام في المملكة. هي مش سطوة رجال الدين، إن عدنا هي طبعا يعني ده لي مكان كبير، سطوة رجال الدين وسيطرتهم، وشفتوا لما يسيطر الدين على مكان كيف يظلم. يظلم مش يظلم بس الناس اللي تظلم فيه، لكن المكان نفسه يظلم. اوكي، الدين الاسلامي يعني. لكن الواقع انه السيطره كانت للاسلام، للتعليم الاسلامي الذي لا يسمح للانسان بتغيير القلب فيتعلم انه الاختيارات اللي لازم يختارها تكون اختيارات كريمه مفيده صالحه. يعني إذا ما كانش الاختيار نابع من القلب هيحصل بقى إيه الحاجات اللي احنا هنشوفها. ده صورة لمصادرة الكحوليات اللي كان البوليس بيصادرها من داخل السعودية. ده بوليس سعودي يعني بيصادر كحوليات موجودة داخل السعودية. وبيقول في المقال إنه الناس بتخرج تروح البحرين تشرب زي ما هم عايزين ويرجعوا تاني أو في بلاد تانية ويهربوا الكحوليات، وفي مهربين متخصصين لتهريب الكحوليات. كلنا كنا عارفين كده، الكل كان عارف كده. وفي منها بيمسكوهم زي ده، والأكثرية لا، لأنه الناس الكبار كله بيشرب، كله بيشرب. التهريب البري أو إنهم يروحوا كل شوية يطلعوا برا يعني يرفهوا عن أنفسهم شوية ويرجعوا. الممنوع مرغوب. إن لم يفهم الإنسان آثار أعماله على نفسه وعلى روحه وعلى أسرته، الممنوع مرغوب. وستجد الإنسان اللي يقدر يتحكم في تصرفاته والإنسان اللي لأ، لأنه جواه فراغ، فراغ ما، مش كده؟ الكتاب المقدس ما بيحرمش حاجة، ولكن يقول لك
في ما يليق وما لا يليق. لا يليق انك تكون سكران، لكن مش عيب انك تشرب شوية نبيت هنا ولا هنا، مش عيب، ما فيش حاجة اسمها حرام، لكن في اختيار. لا تعثر الآخرين، لو اللي قدامك الشرب بيعثره ما تشربش، ولو اللي قدامك أكل إن كان أكل اللحم يعثر أخي. الكتاب دائما يعلمنا أن نهتم بأن اختياراتنا تمجد اسم الله، لكن هنا في منع، والمنع بقى بيعمل إيه؟ يروح فاتح بقى كل حاجة على البحري. لما كنا بنشوف العرب في أجازاتهم في مصر في أي أوتيل، إحنا كنا بنروح أوتيلات كتير نقضي فيها أجازات وكده، تلاقي إنه العرب كلهم قاعدين فين؟ في البار أو في اللابي، يجيبوا لك الشرب كده بقى لابس البدلة وكل حاجة، بس أنت تبقى عارف ده سعودي ده كويتي ده يو نو، بيجي يشرب زي ما هو عايز. ليه؟ يعني بصوا، أصل يعني الإسلام دايما يضع الأمور في صورة أنت عملت الغلطة دي هتاخد الجزاء ده، عملت الغلطة دي هتاخد الجزاء ده. لا، المسألة أنه اللي بيشرب الخمرة ويطلع يسرب نفسه برة وبيشرب الخمرة هو عارف أنها خطية ضد إله وأنها تمنعه من الصلاة والكلام ده كله، الخطية جواه ما سابتوش. لو تاب عن العملة دي، هو تايب ما بين الزيارة دي لمصر والزيارة التانية للبحرين، يعني مش كده؟ فكنا بنشوفهم قاعدين يشربوا في الاوتيلات زي ما هم عايزين، كل الريستورانات يعني الراقيه كله بيشرب، مش كده؟ المصريين ما عندهمش مانع، بيشربوا زي ما هم عايزين، كل واحد بقى وخلفيته. لكن ممكن الشخص العربي اللي انت شايفه ممنوع انه يشرب في بلده ده او في وسط عيلته او كذا، ممكن يكون هو نفسه اللي يروح السعودية يجلد شارب الخمر هناك، مش كده؟ ممكن يكون القاضي اللي بيحكم على واحد بالجلد، أو يعلم ولاده أن الخمر حرام وتمنعك من الصلاة ومش عارف إيه، ويرجع يخلص الأجازة في مصر ويروح السعودية يصلي الفرض بفرضه، ما كملش 40 ساعة، لأنه مضطر أنه يصلي قدام الناس اللي حواليه، مع انه عارف انه لو صلى وهو شارب خمر حرام. انت نجس 40 يوم بس، ولا 40 يوم ولا 40 سنة بتوقف ان لم يتغير القلب. على الانسان ان يختار ما يليق وما لا يليق بروح الله التي فيه وحسب قلب الله. زي موضوع الخمرة ده، زي مثلا ما الاسلام فصل بين الجنسين فظهر الشذوذ والاعتداءات الجنسية وزنا المحارم وغيره. حرم الخمر، هربوها وصنعوها داخليا كمان. سورة التقوى لا تغير قلوب ولا أفعال الناس، بل تخفي الإثم في صدور الناس. أنا سعيدة إن في تطور وانفتاح في السعودية، وبصلي إنه الله يفتح قلوب وعقول الشعب السعودي لحرية المسيح. بنحبكم وبنصلي من أجلكم، بنصلي من أجل الحرية والفهم الحقيقي لله المحب اللي عايزك تعرفه بصورة شخصية. دلوقتي بقى نرجع لحلقتنا في موضوع الحيل الشرعية في شؤون المرأة. خلينا نشوف الكتاب، كتاب الحيل الشرعية للقزويني. نشوف السلايد اللي بعد كده. معظم الحيل ده، شكل الكتاب، معظم الحيل مركزة على كيف تحتال على الزوجة والشرع والله، هو كده يعني. هتلاقوا كتير جدا معظمهم عن الجواز والطلاق والمهر والخلع والحضانة، فأنا عملت مختارات كده، وكيف تتعامل بقى في مع التعدد والكلام ده كله. أنا اخترت لكم بعض الحاجات اللي يعني تخص المرأة بالذات النهاردة. في كمان الميراث، وإزاي تحتل على الميراث، وإزاي تورث ابنك، وإزاي ما تورثش مراتك، والكلام ده كله نبقى نخصص لها
حاجات تانية. الحقيقة انه يعني منطوق الكلام والمعنى الأعمق لهذه الحيل يشوه مفهوم الزواج بالكامل، لأنه فيما يخص الزوج على الأقل عمل حيطة كده بينه وبين الست اللي هو عايش معاها، هو يراها بصورة معينة، هي موجودة لاستخدامه لخدمته يعمل فيها اللي هو عايزه، لكن عايزها تقعد برضه، ما بيحبهاش لكن عايزها تقعد برضه وكده. ففي عدم احترام لإنسانية الزوجة. اوكي، عارفين في، كنت بفكر النهاردة انه في كتير من الأقوال المأثورة والأمثلة الشعبية عن الجواز بتعبر عن خبرات الناس، إذا كانت خبرات إيجابية أو سلبية، إذا كانت اشتياقات قلبهم عايزة تبقى أفضل وإيجابية أو سلبية، وأيضا تعبر عن الانفصال اللي حاصل جوه فهمنا لقدسية الزواج، لأن الإسلام تدخل فيها بشكل مباشر. وفي خبرات إنسانية عامة بتنطبق على الكثير مننا. أنا حاولت أن أنا أجيب لكم 3-4 أمثلة تكون يعني مناسبة للثقافة بتاعتنا. في مثل عام ممكن ينطبق على ثقافتنا وعلى ثقافات أخرى، لكنه يعني نتاج فكر عربي برضو. الزواج السعيد يهب المرأة أجنحة يحلق بها في السماء، أما الزواج التعيس فليس فيه إلا قيود وسلاسل المثل ده في فكر عربي جدا، لأنه المقيد بالسلاسل دائما في الثقافة العربية هي الزوجة، وفيها يعني تلميح لما قيل عن الزوجة من إنها أسيرة وإنها عوان والنظرة لها على إنها محدودة، وإنه هو اللي يقدر يحل ويربط، هو اللي يقدر يطلق وما يطلقش وهكذا. وطبعا الزواج السعيد يهب المرأة أجنحة يحلق بها في السماء، ده كان أول الجواز يعني، وبيتكلم على أول الجواز. وبعدين بقى في مثل تاني مهم قوي، ده ممكن يكون عام على الكل، الصدق والصراحة هما أساس العلاقات الناجحة. أنا متأكدة إن المثل ده مسروق من حد أجنبي، لأننا ما عندناش في الثقافة بتاعتنا الإسلامية إن الراجل يكون صادق مع مراته، ولا الست تكون صريحة مع جوزها، ما تقوليلوش إلا ما يحب أن يسمع، وما الديباجة بتاعت وصية الأم لبنتها يشم ريحك اللي مش عارف إيه، كلها شكليات، لكن ما فيش حاجة تقول إزاي تفهمي نفسك وتعرفي قلبك وتفهمي قلبه ويفهم قلبك، إزاي تقدروا تتفانوا مع بعض وهكذا. في حاجات كلها من ناحية الست، بس الصدق مش داخل فيها، عشان هي بتبقى مش طايقة لكن مضطرة إنها تتصرف بطريقة معينة لأنها ما عندهاش حيلة أخرى. أما الراجل فعنده مجال ومتسع جدا من إنه يقدر يكذب على مراته، لأنه من حديث التقية بيقولك إنك تقدر تكذب على مراتك، تقولك بتحبك، قولها آه بحبك، وهو ما بيحبهاش، عشان الحياة تمشي. مش يعمل على قلبك وغير قلبك وغير فكرك وانظر الى، يعني مش لازم، لو ما كانتش حلوه يا اخي بتقولك انت حلوه انا حلوه، تقول لها او هي وانت عارف انها وحشه. لا، الانسان يستطيع انه يرى جمال من انواع كثيره في حياته، الناس اللي هو عايش معاهم في حياته. لكن احنا ايه، من على الوش خلص وخلاص، فلا في صدق ولا في صراحة، فمش هيكون في علاقات ناجحة.
في بقى الأقوال المضحكة اللي هتعبر بقى عن اللي جاي من الأمثلة اللي هناخدها. مثل زي ما الناس تقول لك رجالة وستات، يقول لك يا أخي دي كانت جنازة مش جوازة، على اعتبار انه يعني العلاقة الزوجية ما كانتش علاقة سعيدة أبدا، مش كده؟ وكان في مثل يقول لك ايه، انا كنت انا ومراتي سعداء لمدة 20 سنة وبعدين اتقابلنا، فعلى طول التعاسة ابتدت بعد ما اتجوزوا. النظرة للزواج لانه حبس مش شراكة، لانه عقد مش عهد واندماج وكده، بيظهر جالنا منين؟ هتشوفوا كل ده جالنا منين. واحد يقول لك انا كان حظي سيء في الجوازتين، واحده سابتني والتانيه مش راضيه تسيبني. نظره الراجل للست اللي مش عاجباه وعايز يغير، هو عايز يغير. اوكي، ازاي هيشوف مراته بشكل حلو وهو ده المنظور اللي عنده؟ في اختيارات اخرى. وعن الامان في الجواز بين الستات دايما نقول ايه؟ المثل المصري الاصيل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربة. ليه؟ علشان هنشوف ليه؟ هنشوف دلوقتي من الحيل التي يستخدمها الاسلام في تشكيل فكرة التحايل على المشاكل اللي بتقف أمام الإنسان، مشاكل شرعية خلقها الإسلام، يحوله إلى إنسان كاذب ولا يرى زوجته إلا من منظور يجعله يراها لمتعته لاستخدامه، هي ملكه وهي عوان عنده، كل الكلام ده. حتى في منطوق الكتاب في قوله قبل كل مثل أعطاه يقول لك والحيلة فيه، موضوع كذا والحيلة فيه. خلينا ناخد أمثلة ونشوف إزاي بتأثر النهاردة على حياة الأسرة والمجتمع في الشرق وفي الغرب. خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده، بيقول لك كده في قبله على طول يروح قال لك إيه، والحيلة فيه أن يقدر الرجل على طلاق زوجته أن يقول لها، اسمع معايا عشان يعني الجدع يفهم، يقول لها إيه، كلما طلقتك فأنت طالق قبله 3 تطليقات، فلا يقع الطلاق عليها بوجه بعد ذلك. ليه بقى؟ لأنه قال لها أنا كل ما طلقتك هتكوني متطلقة قبلها 3 طلقات، فبيقول لك لا، لا يقع الطلاق لأنه هو ما طلقهاش 3 طلقات. أوكي؟ لأنه بيقول قال جماعة من أصحابنا لأن التضاد حاصل بينهما، فأما لو أوقعنا عليه الطلاق لاستدللنا على وقوع 3 قبله، وإذا وقع 3 قبله لم يقع هو، فإذا لم يقع هو لم توجد الصفة، فلا يقع قبله أيضا قبله 3. يعني كل واحد عايز يتنرفز على مراته شوية كل شوية، فهو إيه يعني يظبط نفسه، فمن الأول يقول لها كل ما طلقك أنا طلقتك أبقى طلقتك قبلها 3 مرات، فما ينفعش لأنه في تضاد. هو لو طلقها 3 مرات ما يقدرش يطلقها 4 لأنه ما اتجوزهاش تاني في النص، مش كده؟ وهي ما اتجوزتش محلل في النص، يبقى الطلاق ده مش هيقع لأنه ما طلقهاش قبلها. شايف ودنك منين يا جحا؟ فبكده هو بيأمن نفسه إنه يفضل يهددها طول العمر. أنا هقول لك أنت طالق. هو لو قال دي اللفظ، شوف العبرة باللفظ، أنت قلت إيه وكان قصدك إيه. أوكي؟ فاللفظ بيقول أنا كلما طلقتك أبقى طلقتك قبلها 3 مرات. فيفضل بقى بعد كده يقول لها طب أنت طالق، فتبقى هي عارفة ايه طلقتني، يقول لها لا اصل انا قلت انا ما طلقتكيش 3 مرات قبل كده، فتبقي مش طالق. بس ممكن يخليها تتهد اسبوع شهر،
صح، يم بيقولي تقول له ما تقدرش فعلا. فيعني وممكن تي بقى تبقى الحيله الشرعيه اللي الست تقولها لجوزها فما يقدرش يطلقها ابدا مثلا، فتخلعه هي. يعني بصوا الفكره انه لماذا يقدم الله حيل للناس حتى يحتالوا على بعض؟ ازاي؟ مشكله كبيره. اوكي خلينا نشوف بقى. ممكن واحد بقى يروح يقول لمراته ايه؟ واذا قال الرجل لامراته ان لم اقل لك مثل قولك فانت طالق ثلاثا. فقالت المراه لزوجها انت طالق ثلاثا. فالحيله فيه ان لا يقع الطلاق ان يقول الرجل لامراته انت طالق لي، انت طالق ثلاثا. فإذا قال على هذا الوجه فقد ذكر مثل قولها، فخرج من عقد الطلاق الأول ولم يقع بهذا اللفظ الطلاق لأنه ذكره على وجه الحكاية عنها. يعني يقول لها كأنه بيقول لها قولي ورايا أنت طالق ثلاثة، فتقول له أنت طالق ثلاثة، فيقول لها أنا بقول لك زي ما أنت قلت لي أنت طالق ثلاثة، فهو ما بيقصدش الطلاق فيبقى ما طلقهاش فعلا. أنا يعني على فكرة قراءة الكلام ده مرهقة جدا، لأنه مين بيفكر كده؟ مين قاعد يتحايل في حياة مع زوجة ويقعد بقى يقول لك المودة والرحمة طب مين بيستخدم الكلام ده؟ اللي فاهم المودة والرحمة؟ ولا اللي أنت دربته على إن العلاقة الزوجية ليس لها قداسة؟ مين اللي هيفهم المنطق ده؟ اوكي وبعدين فكره تانية برضو في حكايه موضوع الطلاق والحيله على الطلاق. فواحد يقول لمراته ان لم تخبريني بعدد حبات هذا الرمان من غير كسره فانت طالق. يديها رمانه ويقول لها لو ما قلتليش في كام رمانه جوه ده الرمانيه دي من غير ما تفتحيها مش هتقعدي تعديهم، انا عايزاك تقولي لي في كام رمانه، لو ما قلتيش كام رمانه تبقي طالق. فيقول فيعطي بقى هنا الحيله للست. طب انت بتتكلم على اي ست؟ انا عايزه افهم يعني. خلينا نشوف الحيله هترد عليها ازاي. فالحيله فيه ان تذكر المراه الاعداد وتفضل تقول يعني اعداد كده كلها، يعني تفضل تقول من واحد لمليون مثلا. اصل مش ممكن يكون جوه الرمانه دي مليون. فالمهم انها تعدي العدد المعقول لوجود عدد الحبات اللي موجوده جوه الرمانه دي. فتنتهي العدد يعلم يقينا عدد حباته لا تزيد عليها، فاذا فعلت ذلك لم يقع عليه. مين ست عندها يعني اما واحد لو دخل عليكي جوزك واداكي رمانه كده وقال لك انا اذا ما قلتليش عدد الحبات هنا، او مثلا واحد بيبقى يطلع اشرف اشطر شويه فيقول لك لو ما قلتليش عدد الخلايا كذا الموجوده في التفاحه دي، طب هتعرفي هتردي عليه ازاي؟ الست بتبقى في حالة صدمة، مش بيحصل حاجة من اتنين، إما إننا نستسهل فكرة الطلاق وحظي ومكتوب عليا كمان، لأن الطلاق مكتوب والجواز مكتوب والزنا مكتوب كله مكتوب، فتقول خلاص ما ربنا اللي كتبه عليا هعمل إيه مثلا، أو إنها عايز تخلص منه فتقول ما تقولش فتخلص منه مش كده، او انها تكون مصدومه في استسهاله لقيمتها في حياته. اي انسانه بتدي نفسها لراجل في جواز وعيله واسره بتبقى عايز تشعر بقيمتها، فانه يحط رمانه جنبها
ويفضل يحلف عليها، بيحلف على الناس في الشارع بيها وبطلقها، بيحلف على عياله بيها، أمك تحرم عليا لو حصل كذا وهكذا. ففي حالة الصدمة دي هي هتقعد بقى تفكر، تجيب كالكوليتر بقى وتقعد تشوف لك ايه البتاعة دي ممكن يكون فيها قد ايه عشان تنقذ نفسها من الطلاق. من الطلاق يا اخي، الانسانة اللي عندها كرامة تقول لك اهو واحد فيها بذرة واحدة طلقني وخلصنا. ده الى جانب انه الناس اللي انتوا بتتكلموا عنهم دي، الستات دول اللي ما تعلموش واللي ما دخلوش مدارس، اللي اتجوزوا وهم صغيرين، من اين لهم هذا الذكاء يعني؟ منين؟ وبعدين استخدام الحيلة نفسها، هو ده ذكاء من المشرع ام مكر علشان يحلل اللي المفروض يكون في فهمه في شرعه حرام، ويقول لك المصلحة، مصلحة العيلة. لا، ده انت بالشرع تبقى عارف ان انت بتعيشهم في الحرام. طبعا الكلام ده كله بالنسبة لي كلام فاضي، لانه مش ما هوش كتابي ولا هو قلب الله اصلا. لكن بالنسبة لك انت يلي بتعلم المكر من من تعلمت ذلك من ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانا ليه ما بقاش زي، اصل المكر حاجه كويسه ما دام نصبت لله، فيستخدمها المسلم في حياته العاديه. انا لا الوم المسلمين بقدر ما الوم اله الاسلام ومحمد والمشرعين اللي استمروا في هذا الشر. خلينا نشوف بعد كده في امور الحضانه، ونشوف قد ايه صعوبه الحياه على الست بيكون شكلها ايه. بيقول لك يعني صعوبة انها تستكمل حياتها بصورة طبيعية. يعني واحدة تتجوز تخلف لها عيل ولا اتنين وهي مثلا بقت عندها 20 سنة ويطلقها وتفضل طول عمرها من غير جواز ولا معونة ولا تفضل على اسرتها. ما عندنا الحاجات دي كتير يعني، احنا عارفينها. مش كل واحدة ست عندها القدرة انها تكون متعلمة وتطلع تلاقي شغلانة تكفي عيالها. كم من الحلقات حطت لكم ستات بيشتغلوا يبيعوا حاجات في الأتوبيسات عشان يأكلوا العيل اللي جابوه واللي أبوه رمادة. وحلني بقى على المحكمة الشرعية ما تحكم لها بأي حاجة. لكن في اللي أنا هحكيه لكم دلوقتي، في هذه الحيلة الشرعية، نرى بداية الظاهرة اللا إنسانية اللي بنشوفها النهاردة في الشرق والغرب. قد إيه ستات بيبقوا في السعودية عايشين محرومين من إن هم يشوفوا ست ولادهم طول العمر. أوكي؟ نقرأ الحيلة الشرعية. بيقول كده، لا خلينا أنا معلش هعدي دي نفس القصة. إذا قلت لها أنا هطلقك وهي في بقها ثمرة، فأنا هطلقك لو أكلتيها وهطلقك لو تفتيها تكوني طالق. فالحيلة إنها تاكل النص وترمي النص فلا يقع الطلاق. خلينا نروح للسلايد اللي بعد كده. أوكي. في أمور الحضانة بيقولك كده، إذا أرادت المرأة أن تتزوج ولها ولد صغير فلا تسقط حضانتها. فالحيلة فيه وأن لا تسقط حضانتها. فالحيلة فيه أن تتزوج بعم الولد لألا يسقط حق الحضانة. هل ده اختيار؟ طب يعني هو، طب واللي ملوش عم تعمل ايه؟ تتجوز جد الولد ولا تتجوز اخو الولد؟ يعني ليه ما يكونش فيه، المفروض انه الشرع يكون في الإنسانية اللي تعتبر احتياج الطفل الى الام واحتياج الام الى الطفل. ليه ما يكونش فيه خير بين الاتنين
انت طلقتها لانها بقت غير مهمه بالنسبه لك، فانت هتاخد بقى كل اللي ليك عندها حتى لو انك مش هتعتني بهذا الطفل. والست دي لو اتجوزت مش ممكن تاخد حضانه الولد او البنت، خاصة البنت، لأنه البنت ما ينفعش تقعد عند راجل غريب. من أساس الشرع كل المشاكل اللي موجودة بقى في الستات اللي بتتجوز عرفي علشان خاطر ما تسقطش الحضانة عنهم والكلام ده كله، ويدي حقوقهم ويخلفوا عيال تانية من هنا. وبعدين يقول لك إيه، وإذا طلق الرجل زوجته والولد صغير يكون مع الأم. فالحيلة بقى أن يسقط الرجل حق حضانتها ويسترجع ولدها بأن ينتقل إلى بلد آخر فيكون الولد مع الأب. شوفوا بقى قد إيه بنشوف ستات في الغرب يروحوا الرجال المسلمين يتجوزوا الستات الأجانب، يخلف يروح واخد العيل وخارج بيه وما تشوفوش طول عمره. بنت بقى ولد يقول لك انا عايز اربيها تربيه اسلاميه، فيروح يسيبها في السعوديه ويرجع والام مش من حقها تشوفها. كم من القصص قدمنا وكم من القصص نقرا. مصر الستات الاجانب اللي بيروحوا يدوروا ويحفوا على اولادهم في مصر علشان ياخدوهم، فلا المجتمع بيساعدهم ولا الدوله بتساعدهم ولا القرايب بيساعدوهم، لانك انت كافره غريبه. نديكي ضنانة ازاي؟ هو يخطف الواد او البنت ويجيبهم يعيشهم في مرار في وسط اهلهم اهله، والست ما تشوفش العيل. منين الحيلة الشرعية دي؟ من كام هجرية؟ من البداية. وبعدين بقى يقول لك ايه، فإذا انتزع الأب، يعني إذا الأب خطف الولد وراح مكان تاني بلد تانية، فالحيلة في أن تنتقل الأم إلى بلد الأب وتكون المرأة أحق بحضانته هناك. أول مرة أشوفه بيدي حيلة تساعد الست، يعني بصورة بشكل يعني مهم. لكن مين من الستات تقدر بعد طلاقها تخرج وتسيب عيلتها وعندها الامكانيات انها تنتقل وتعيش لوحدها؟ دي محتاجه محرم، فهتاخد ابوها بقى ولا اخوها ولا مش عارف ايه علشان تكون هي الاحق بتربيه اولادها. القانون الاسلامي لا يضمن لا حق الطفل ولا حق الام خالص، وهو السبب من الأصل في المشاكل اللي احنا شايفينها النهاردة في الشرق والغرب. قصص محزنة كل يوم، وادي المنبع. يعني مش المشكلة انه في تقديم اللي احنا بنقدمه ده بنقول لك المصدر جه منين. الراجل ده كتب الكتاب سنة 500 وحاجة، كانت الناس بتتصرف مع بعض كده. تخيل بقى حال الستات في المجتمع العربي الإسلامي كان إيه؟ مين واحدة ست كانت تقدر تطلع وتسيب وتهاجر وتروح لوحدها وتعمل؟ ما كان ليهم اختيارات أصلا. نقطة أخرى، حيلة أخرى في الطلاق، في مسألة الزهار. يعني إيه الزهار؟ كي؟ الزهار ده إن الراجل يقول لمراته انت تحرمي عليا كظهر امي او اختي او خالتي، اوكي، فاذا عملتي كذا فتعمل كذا فتحرم عليه، تحرم عليه خالص بقى ما يقدرش يرجعها. فالمشرع بقى والحيله في ان الرجل لا يقدر على الظهار او الإيلاء، ان يقول مهما ظاهرت منك او آليت منك فأنت طالق قبله ثلاثة. نفس الحكاية بس بيضيف عليها بقى حاجة تانية. يعني إيه؟ أنا لو طلقتك، مهما طلقتك، أنا طلقتك قبلها بثلاث مرات. أنا لو قلتلك أنت تحرمي عليا كظهر أمي، مهما قلتلك، أنا قلتلك قبل كده ثلاث مرات أو طلقتك ثلاث مرات،
ما ينفعش. لو قلنا هو زهار لوقع الطلاق قبله، وإذا وقع لم يكن ذلك زهارا، وإذا لم يكن ذلك زهارا لم يقع الطلاق أيضا. بما أن إذن ونستنتج من ذلك أن كل ده كلام فاضي، وكل ده احتيال على الله وعدم إنسانية. المشرع يرتب للرجل الذي ليس لديه قدرة على التحكم في نفسه وكلامه وأعصابه، يرتب له حيلة ويسيب الزوجة تحت التهديد الدائم والرعب الدائم والإهانة، إنها كل شوية تتهدد بحاجة. يعني ممكن واحد يقول لمراته لو روحتي لأهلك تكوني محرمة عليا كظهر أمي، لو خرجتي من البيت من غير إذني تبقي كذا. حياة من القهر الدائم. طب لو كلمت ابنك، أنا حارم الواد ده من إنه يدخل البيت، لو كلمتيه تبقي كذا. لا إنسانية، لأن المرأة عندما تعامل بهذه الطريقة الزوجة بتشوف إيه في نفسها دايما. يعني في حاجات نشكر ربنا إنه شفانا منها المسيح. أنا كنت دائما أتوقع إنه في حاجة وحشة جاية، في حد هيروح يعني ضربني بحاجة في وشي كده، نكد جاي، مصيبة جاية. لأنك يعني، وأنا زوجة في مصر لراجل مسلم، اللي هو عايزه النهاردة النكد، يبقى النهاردة النكد لأي سبب. ممكن يدخل البيت يروح عامل كده، امال كنت بتعملي ايه طول النهار؟ وخد بقى عندك. فدائما الزوجة تتوقع الامور دي، لانه من له السيطرة ليس له قلب، لم يتعلم انه يكون له قلب واحترام للست اللي قدامه. النقطة التانية انه في موضوع الزهار، انك تقول لواحدة انت حرام عليا كظهر امي. الألفاظ مهينة جدا لفكرة الأم، لقداسة الأم، للإحسان للأم زي ما أنتوا بتقولوا. الكتاب المقدس بيقول أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض، ببركتهم بمحبتهم، لأنه أنت قلبك يتعلم البركة فتعيش حياة مليانة بركة، يتعلم الشكر. فأنت تيجي تتكلم على أمك بالطريقة دي، والظهار ده يكون شيء موجود من قلب الإنسان الفاسد، موجود لأن الإنسان فاسد، بس الإسلام يثري ويجد له مخارج. مش يقول له ما تعملش كده، لا ترى زوجتك بهذا الشكل، لا ترى أمك بهذا الشكل، يعني كذبت اللي تجري من تحت رجليها بقى أنهار الجنة، ولا تحت الجنة تحت أقدام الأمهات، والكلام ده كله أكاذيب. لكن الأفعال هي اللي بتقول لك جواك تغيير، فادك هذا الدين ولا لأ، علمك احترام الغير ولا لا، هتقدر تعيش حياة سعيدة كريمة مليانة بالفرح والسلام والإحسان والقداسة والطهارة بأدوات هذا الدين؟ استحالة، استحالة. النهاردة احنا مركزين على نقطة في بحر، لكن الكل يصاب في مسألة انه القلب اللي ما فيهوش قداسة الله ما يخرجش منه أبدا أي شيء جيد. المثل اللي جاي بقى ده الزوجات هيكونوا محتاجين فيه آلة حاسبة بالتأكيد. شايفين الستات التلاتة اللي قاعدين جنبي دول؟ المثل ده بتاعهم. خليني أقرأ لكم المثل.
بيقول كده، نشوف السلايد اللي بعد كده. بيقول كده مسألة إن كان، ركز معي، إن كان لرجل ثلاثة نسوة فقال من تلبس من كن هذين الثوبين في هذا الشهر 20 يوم فهي طالق ثلاثة. اللي هتلبس منكم التوبين دول في الشهر ده 20 يوم فهي طالق. فأنت عندك إيه، عارف الحاجات الحسابية، المسائل الحسابية اللي كنا بناخدها، أحمد راح اشترى مش عارف إيه بجنيه فيبقى فاضل له كام وهكذا. فدي هي كده برضه. فالحيلة بقى إنها في أن تلبس امرأتين الثوبين دفعة واحدة حتى تنقضي 10 أيام، ثم تخلع واحدة منهن فتلبس الأخرى 10 أيام منهم للأولى 20 يوم، فتخلعها هي وتلبس التي لبست الثوب 10 وتلبس 10 أخرى ولتستديم ذلك اللبس العشر البواقي، فيحصل لكل واحدة 20 يوم. أنا محتاجة آلة حاسبة عشان أفهم اللي قالوا ده، بس هم 3 ستات وفي توبين، فاتنين يلبسوا 10 أيام وبعدين واحدة منهم تدي، فواحدة يبقى لبست 20 وبعدين يبقى واحدة 20 وهكذا لحد ما يبقى يعني في تعادل في انهم لبسوا، فما يقدرش يطلقه. يعني الشاطرة منهم بقى، لانه انت بتحتال وانت اكيد قارفهم واكيد مخلي عيشتهم يعني مش مريحة، خليني اضبط الالفاظ. افرض بقى ان في واحدة منهم طلعت شاطرة ولبسته وخبته ولا حرقته، فضلت لبس 20 وحرقته، فيطلق الاثنين التانيين. ايه رأيك؟ فاحنا بنحتال بقى مش كده؟ طب تعمل ايه الستات اللي ما تعلموش واللي فهمها على قدها والراجل قاعد يتفرج؟ المشكلة انه يعني وانا بقرأ المثل ده حقيقي، انا شفت الثلاث ستات كده اهم، شوفوا الصورة اللي جنبي، دول قاعدين بقى كده حاطين ايديهم على خدهم مش عارفين يعملوا ايه، والراجل قاعد بيتفرج عليهم وهم قاعدين بقى ايه يكيدوا بقى ازاي هيقدروا يخرجوا من هذا الاشكال، او يروحوا بقى للشيخ في ركن الفتوى اللي في المترو اللي جنبهم ويسألوه كيف هي الحيلة الشرعية لأننا نخرج من أننا نتطلق وحياتنا تتهد وعيالنا تتشرد واضطر أبقى ما أشوفش عيالي ومش في المحاكم. هل ده شرع يضمن حياة كريمة للناس؟ هل في أي نوع من أنواع الإنسانية؟ أو الروحانية؟ أو اهتمام الله بهؤلاء البشر اللي تحت القواعد الإسلامية عمالين يخرجوا من يطلع من حفرة يقع في دحضيرة، الراجل يعمل المغرز ويقعد يضحك بيتسلى. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. في المثل ده في حبيسات بقى البيوت، الأسرة، العوان على الأقل نفسيا. بيقول كده إذا كانت المرأة تخرج من دار وحلف الزوج بطلاقها فأنت طالق ثلاثا إذا خرجتي إلا بإذني، وخشي الزوج أن تخرج بغير إذنه عند الغضب فاحتال وأذن لها من حيث لا تعلم، فيقول لها أنت تكوني طالق بالثلاثة لو خرجتي من إذني، ويخرج من الباب يروح قايل أنا بحلها من، بيقول لنفسه بقى أنا بحلها من الموضوع ده، لو خرجت ما تبقاش طالق ما دام انت قلت وبعدين رجعت قلت في سرك مفيش مشكلة. او مثلا اذا قال لها اذا انت خرجتي، او يروح لحد يقول انا جبت شاهدة وانا قلت لمراتي كذا وانا بقول لكم ان انا بحلها من ده، اوكي، او يقول لها كلما خرجتي الا باذني فانت طالق، وبعدين يقول لهم انا اذنت لها.
الست دي هتعمل ايه؟ لو عايزه تسيبه هتخرج، مش كده؟ ولو ما تقدرش الا انها تعيش في هذه الحياه ال 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 اكيد مؤلمه، هتعيش مكسوره نفسيا طول عمرها. هل ده شرع؟ في مسألة الملعنة شايفين تحتها كده أهو بيقول كده: وإذا لعن الزوج ونفى النسب ثم مات المولود وأخذ سائر العصبات الفاضل عن الأم، فلو احتال وأكذب نفسه استرجع الميراث. واحد مراته ولدت، فيعني المولود مات، ولو المولود مات هو ياخد ورث المولود. اوكي، فهو اما تلعنه نفى المولود عن نفسه، لكن ممكن علشان ياخد الميراث يروح راجع في كلامه يقول لا هو ابني بقى بصراحه، فياخد الميراث. فين القوانين اللي تضمن للانسان انه في يعني حاجة نستند عليها من الحق؟ من الأمثلة المحمدية سريعا كده عايزة أقول لكم مثلين. فاكرين لما محمد لما كان يجي يسافر يختار بين مراتاته فيحطهم كده ويعمل قرعة بينهم، أو يختار دي المرة دي ودي المرة دي، أو ياخد اتنين معاه ويفضلوا برضو غيرانين من بعض ويتخانقوا في السكة وكلام من ده، بيختار اللي هتيجي اللي هو بيحبها أكتر أو اللي عايز يدلعها المرة دي. تخيلوا بقى لما كل واحدة منهم كده تبقى راحة تتفسح، واحدة راحة باريس والتانية هتروح الصعيد مثلا، اللي بيحبها ياخدها باريس واللي ما بيحبهاش ياخدها الصعيد مثلا. فالاختيارات اللي بين الناس بقى الزوجات دول، ازاي تحس الست وهي عايشة كده؟ فيقول كده: وإذا كانت المرأة، بيقول خلينا نشوف، وإذا كان له أربع نسوة وأراد المسافرة بواحد واحدة يحتاج إلى أن يقضي للبواقي إذا رجع، فالوجه في ذلك أن يقرع بينهم، فمن خرجت قرعتها سافر بها ولم يقضي للبواقي إذا رجع. فموضوع القضاء بقى يمكن في المساواة في أمور أخرى، في العلاقة الزوجية، مش عارف إيه، فلو هو عمل قرعة مش محتاج بقى يرجع يديهم حقهم اللي فاتوا. إنه حيل شرعية ماكرة خارجة من فكر معوج. لو أنت راجل حقاني وكويس هتدي كل واحد حقه، هتاخد كل واحدة بالدور، هتاخدهم كلهم whatever. لكن المرجع في ده محمد، هو كان بيقرع بينهم علشان كده. السلايد الأخير عندنا: إذا تزوج الرجل بصغيرة مرضعة وأصدقها مهرها وأراد إبطال النكاح من حيث لا يلزم شيء من المهر، فلو احتال ووضع بين يديها شيئا من لبن زوجته الأخرى أو أخته حتى شربت منه وفعل ذلك خمس مرات بطل النكاح ولا شيء للصغيرة. تعرفوا أنه ده واحد اتجوز واحدة صغيرة واداها مهر مثلا وعايز يرجع المهر وكده، فيروح ياخد لبن مراته ويديها اللبن فتبقى بقت بنت مراته فما يقدرش يتجوزها. عارفين انه الكلام ده هو المصدر بتاع انه الستات كانوا يروحوا من ورا الراجل يرضعوا البنت اللي هتتجوزه. ما سمعناش حاجات زي كده؟ لا، سمعنا حاجات زي كده واتكلمنا عليها في البرنامج ده، لما يعني الخديعة والمكر والفساد في الـ من المفروض أقدس الأمور اللي في حياتك، هي عيلتك، أسرتك، مراتك، زواجك، المفروض عندما يكون الاحتيال والفساد من أسسها، لأنه المصلحة هنا للراجل اللي عايز يعيش حريته وما يسيطرش على نفسه ويربط الزوجة ويأدبها ويعلمها ويكسرها
مش الكلام ده كله بنسمعه؟ منين كل ده؟ زواج الصغيرات في اهو من كام سنه لحد النهارده. رجع لي السلايد اللي قبل الاخير مره تانية لو سمحت. في السلايد ده احنا انا قلت لكم اقول لكم حاجات اصولها محمديه. في شايفين رقم 9 ده يقول لك ايه؟ واذا اعتق اما بشرط ان يتزوج بها لم يلزمها ان تزوج نفسها منه، ووقع العتق وعليها قيمه مثلها للسيد. اذا اعتقها زي ما محمد عمل كده مع صفيه، يقول لك انه اتجوزها وخلى مهرها عتقها، مش كده؟ وكم من الرجال في صحابة محمد يبقى عندهم جواري يبقوا عايزين يتجوزوهم عشان يخلفوا عيال، عشان بيحبها، عشان whatever، عشان هو عايز زوجات بعدد معين، وأيا كان رغبة هذا الرجل، فيقول لك أنا أعتقها ويكون عتقك هو مهرك، فما تقدرش تطلع منه. أنا قدمت لكم النهاردة الفكرة في يعني الحيل الشرعية الخاصة بالمرأة. تحس دايما ان هناك عمل وجهد كبير في ان نجد للرجال مخارج شرعية تعينهم على استمرار الخطية في حياتهم. بصراحة ما يتقالش غير كده، لان الاحتيال خطية، والغضب خطية، والتسرع في الأمور خطية، ومحاولة السيطرة على مراتك وتقليلها وتصغيرها وعدم رؤية أولادك اللي انت شايفهم دول، ما تبقاش شايف احتياجاتهم وقلوبهم وفكرهم، وتبقى شايف انهم يستخدموا كأداة ضد مراتك مثلا اللي انت طلقتها، وأن ترى المرأة كشيء مستخدم في حياتك. كل ده خطية ويجب التوبة عنها. نشوف الست كده قاعدة على جنب، والراجل هو اللي فيه كل اللي عنده كل مميزات الاحتيال. أنا بصلي النهاردة توبة حقيقية في قلوب الناس دي، وأن ترى الشر وتقول ده شر، لأنه إن لم يغيرك دينك فغير دينك. كم مرة قلت لكم دي؟ الدين اللي ما يغيرش قلب الإنسان وفكر الإنسان وحياة الإنسان تغيير عملي واضح ظاهر ليس من عند الله. بصلي نعمة المسيح تغيركم، بصلي الله ضابط الكل يضبط قلوبكم، بصلي نعمة وسلام وحياة في حياة كل إخواتي المسلمين والمسلمات، بصلي رحماتك يا رب على الزوجات المتألمات المقهورات، وأن تكون أنت حريتهم بكل صلاحك ومحبتك. شكرا ليكم، وإلى اللقاء.